عزيز الريس، تحية من قلب وطننا وبعد عزيز الريس، تحية من قلب وطننا وبعد من شعب شاف الظلم سنين وظهره انحنى من كتر الدين، شعب داق الظلم سنين وشعب انحنى من كتر الدين، من صرخة أم ابنها مات علشان كل المصريين. مش عايزين أحلامنا تموت ولا عايزين للفقر بيوت، مش عايزين أحلامنا تموت ولا عايزين للفقر بيوت، عايزين بكرة املى علينا فرحة وصحة وعلم وقوت، عايزين بكرة املى علينا علم وصحة وعلم وقوت وعلم وقوت وعلم وقوت. وختاما شعبنا نفسه يعيش مستور، شعبنا نفسه يعيش مستور، شعبنا نفسه يعيش مستور. اتفضل يا حبيبي، اهلا بيك في ان الاوان. ان الاوان يكون معانا الصوت المعشق بالاصاله بين طبقاته، شدو الادان وعبق الازهر وخجل العود، مدحت صالح العابر بين واحات الغناء الاصيل، رحاله يلتقط من كل واحه متعه. بنحتفل معاه النهارده ونحن على امل ان تتحول مصر الى كوكب تاني مع مدحت صالح، وان المؤكد المؤكد ان السهره تحلى ان شاء الله. طبعا طبعا، اولا انا فرحان ب ب ب طب تعالى بس، انا عايزك، انا عايز اجي برضو عشان ابقى شايف هنا اهو. انا اولا انا يعني انا يعني فرحان برجوعك بالشكل الجميل الحلو ده، انت كالعاده ربنا يخليك كالعاده يعني بتمتعينا. ولما بتتاخري عننا شويه بنفتقدك، وانت عارفه انت معزتك عندنا قد ايه يعني. ربنا يخليك. وبعدين النهارده يوم مختلف يعني، يوم بطعم الليله الكبيره النهارده يا جماعه، مش كده؟ الليله الكبيره ان الاوان رئيس مصر الجديد. يعني يعني انا يعني فرحتي باليوم ده، ومنتظر بكره برضو ان شاء الله علشان نشوف اللحظات اللي هيحصل فيها احتفال التنصيب والقسم. وفرحتي مش من فراغ يعني، انا فرحتي يعني على مبنيه على اسس يعني. انا يمكن من اول الناس اللي قالوا ان يعني فخامه الرئيس السادة فتاح السيسي، انا بشوفه هو القائد المؤتمن على مصر، وبشوفه ان هو ملهوش اي مصالح غير مصلحة البلد. وانا بصدقه يعني، انا 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 بثق فيه وبصدقه يعني، حاسس بكل. بتبعت له جواب، فاكر عبد الحليم لما قال له وختاما ليك الف سلام انا قلت له ومحبه واشواق وغرام، فانت النهارده قلت له عزيزي الريس. ده على فكره كلمات الشاعر احمد غزال والحان الملحن الاسكندري الجميل شيرين يونس،
وهي الرسالة بسيطة خالص عزيزي الرئيس. احنا محتاج شعبنا نفسه يعيش مستور يعني رسالة بسيطة خالص يعني من شعب ده الظلم سنين وظهره انحنى من كتر الدين من صرخة أم ابنها مات علشان كل المصريين. مش عايزين أحلامنا تموت ولا عايزين للفقر بيوت. الطلبات البسيطة بتاعتنا يعني. الطلبات بسيطة. فدي الرسالة للسيادة. طب وإحنا في الليلة الكبيرة وهنحتفل وهنغني له وهنعيص له يعني أنت بتقول له عزيزي الرئيس دي رسالة، لكن إحنا النهاردة عاملين في آن الأوان هاشتاج اللي إحنا ابتديناها في بداية البرنامج، فهتقول لي هاشتاج وهتقول لي تكمل الجملة. المشاهدين انت شوف بقى احنا قلنا مثلا ايه، نشوف الهاشتاج نفكر الناس الهاشتاج بتاعتنا ايه. عندنا آن الأوان بيقول احلف يا سيسي صادق من غير حلفان. ابو عزيز من الكويت، احلف يا سيسي تعبر بيها للامان وترجعها زي زمان وخليها نظيفة من الاخوان وما يكونش فيها خاين ولا فتان. احلف يا سيسي. محمد صادق بيقول احلف يا سيسي انك تقف جنب الغلبان، انك ما تخليش حد يبات جعان، انك ما تخليش مريض في المستشفيات يتهان. لسه كنا بنغني الكلام ده دلوقتي. شفت الكلام اللي انت بتقوله. عماد الشاعر بيقول احلف يا سيسي انك هتطهر اراضيها، مش هتخلي فاسد فيها، انت هترفع رايتها وتعليها، تخلي الكون كله يحلف بيها. وفاء اهي، وفاء احمد بتقول احلف يا سيسي انك تحافظ على مصر من مواطنه مغربيه بتموت في تراب مصر. احلف يا سيسي. تقول له احلف يا سيسي. انا هقول له احلف يا سيسي وانا كل ثقه في الله بانك القائد والزعيم المؤتمن على مصرنا الحبيبه، وتحيا مصر. جميل. على فكره في بقى عندنا آن الاوان. في هاشتاج آن الاوان هنفكرهم بيها يا استاذ وليد. والشيخ الكبير بيقول احلف يا سيسي انك هتحاول ترجع مصر امان زي ما قال القرآن. احلف يا سيسي. احلف يا سيسي انك تتحرك كل يوم زي ما انت كنت بتقول. شدي حيلك يا بلد. سيد بيقول احلف يا سيسي انك تتحرك كل يوم لمصلحة الغلابة والفقراء وتشوف بأسرع ما يمكن مشاريع لتشغيل كل الشباب العاطل والطاقة المهدرة. وعايزة اقول لكم وبشكركم لان تم اعتماد هاشتاج آن الأوان ترند على تويتر وابتديتوا ما شاء الله يعني ألفات من المشاركات، وأنا هقرا لكم في آخر الحلقة أجمل وأهم التويتات لآن الأوان وهنجمعها كلنا ونقولها كل يوم. أشكركم. مدحت. نعم. آن الأوان إيه؟ قبل ما نفرح والفرحه مش عايزها تنسينا الـ 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 كل الشهداء من القوات المسلحه ومن الشرطه. وعامل لهم حاجه، عامل لهم حاجه برضو بسيطه كده اسمها شكر واجب، اسمحي لي نقولها لهم. وبعد عشان نبقى يعني لان هم يعني انا اعتقد ان هم سبب فرحتنا النهارده يعني، ويعني نحسبهم شهداء. هم معانا النهارده وهم اللي جابوا لنا مصر وهم اللي رجعوا لنا مصر ان شاء الله. اتفضل مدحت صالح. مصر عاشت وقت صعب والظروف جت ضدها، وهو مصري وابن مصري جه وسندها، جه وشال المسؤولية وقلبه شايل حبها. هي يا مصري مين يشيل الهم عنها غير ولادها؟ مصر عاشت وقت صعب والسوق جد الضهر، وهو مصري وابن مصري جه وسندها، جه وشال المسؤولية وقلبه شال حبها. هي مصري مين يشيل الهم عنها غير ولادها؟ مصر عاشت
مصر دي وسندها، جه وشال المسؤولية وقال له شال حبها. هي مصر مين يشيل الهم عنها غير ولادها. خليك عندك، عايزين بقى نغني بقى ونحتفل وننبسط. يلا هنقول ايه؟ نقول احلف بسماها وبترابها. احلف بسماها وبترابها. الله عليك يا الله عليك. يعني شوفوا اختار ايه. حليم يا حبيبي. يلا. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع. ولادي في ايام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع. ولادي في ايام الجاية الشمس العربية، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف مدحت. نعم. هنغني لما نقول يا باسي يا ماجد. احنا يوم الفرحه. يوم الفرح. احنا عايزين نقول له 3 سنوات يا فايتني. فاكر 3 سلامات؟ للي فايتني. 3 سنوات يا فايتنا. فاكر 3 سلامات وجمالها؟ طبعا. انا بس ارجع لمدحت بقى. مدحت نشأت نشأة أزهرية. في البداية مدرسة لا كنت في مدرسة ابتدائي عام وإعدادي عام وبعدين ثانوي أزهري جامعة الأزهر. أيوه. وكنت وأنت صغير؟ صغير كتاب. كتاب. وبعدين دخلت في الإخوان المسلمين؟ لا أنا كنت في جمعية الشبان المسلمين، نادي المسلم الصغير اسمه، جمعية الشبان نادي المسلمين. نادي المسلم الصغير مش تبع الإخوان المسلمين؟ ما أنا معلوماتي إن هي كده اللي اسمها جمعية الشبان المسلمين، أنا كنت في نادي المسلم الصغير ما كانش في أي مظاهر. أيوه. من اللي إحنا يعني شفناه في الفترة الأخيرة دي. طبعا. احنا كنا يعني بنتربى في مناخ أخلاق. بنتربى في مناخ جميل. اولا احنا كنا اطفال ولاد وبنات مع بعض باستمرار، وبنعمل ندوات مع بعض وبنحفظ مع بعض قران. اولاد وبنات مع بعض. وبنروح نحضر نعمل يعني في الصيف بتتراجع. في الصيف في الصيف كانوا بيودونا 3 ايام في الاسبوع نروح حمام سباحه وننبسط ونلعب جميع انواع الرياضات يعني كل الباسكت والفولي وكرة القدم والعاب قوة وكل الحاجات دي، وبنرسم ويعلمونا الرسم ويعلمونا المزيكا ويعلمونا الشعر وبيعلمونا ده اللي انا. ما هو ده بقى المسلم الصغير اللي احنا عايزينه. ده بالظبط. هو ده المسلم الصغير اللي احنا عايزينه. ما كانش فيه بقى الـ 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 بس الـ انت وصلت المنصب قيادي. اصل دلوقتي اليومين دول كل واحد يقول لك ايه فلان الفلاني القيادي في الجماعه. فانت كنت في منصب قيادي. لا انا لما وصلت اللي بقى عندي 16 سنه كان المفروض ابقى عضو جماعه قياديه. يعني بقى مسؤول عن 10 اطفال زي ما كان في حد في السن ده قبل مني وكان مسؤول عني انا و9 زمايلي. المسؤول عن المسؤول المسؤوليه دي مسؤوليه ان انا ابقى يعني زي بالظبط المدرسه اللي بتاخد الاطفال اللي في الحضانه تخرج بيهم رحله وتاخد بالها منهم وتراعيهم وتراجع معاهم بس دي تركيبه اخوانيه.
اللي أنا هو يعني الاسر الصغيره اللي مسؤول عنها بس اقسم بالله العلي العظيم ما كان في كانت اي مظاهر بقى كانت ما كانش في ولا كان إسلامية. ولا حد كلمنا احنا كاطفال عن التوجه احنا يعني ما لا اطفال زمان بابا مرزوق هلال بيشيلوهم الاكفان بتاعتهم ويخشوا بيهم على لا احنا ما كانش عندنا اي حاجه من دي. كان بابا مرزوق هلال الله يرحمه كان الاستاذ عبد الله شمس الدين الشاعر اللي هو كان عامل نشيد الله اكبر دول كانوا مسؤولين عننا. وكان في حد من اسمه ابراهيم الطحاوي كان من الضباط الاحرار وكنا يعني كنا بنتربى بشكل سوي. طيب اتعلمت ايه من الدراسه الدينيه والتربيه الدينيه مش بس في الجماعه الصغيره دي لا في الازهر الدين تلاوة القرآن الدين لوحده يعني الدين ده مظلة أهم ما بي 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 يعني بيجمل الدين ده السلوك الحسن يعني أنت لو هتيجي تشوفي كل الديانات يعني يهودية مسيحية إسلام في الآخر القرآن اللي ختم كل الرسالات هتلاقي كلها بتحض على الفضيلة والفضيلة عبارة عن سلوك حلو مع بعض يعني أنا وأنا طفل صغير عمري كان سلوكي مع جيراني ومع اللي حواليا كلنا سلوكنا مع بعض كويس في الشارع في الحارة في المواصلات في الـ يعني في كل الأماكن في شتى الأماكن هتلاقينا تعاملنا مع ما فيش عمرنا ما تناقشنا في طايفة عمرنا ما تناقشنا في مسلم في غير مسلم في مسيحي ما كانتش الحاجات دي موجودة في حياتنا إطلاق. تلاوة القرآن اتعلمت منها إيه في الغنى؟ لان دلوقتي مفتوح كده ملف انه المطرب ما يقدرش انه يتلو القران يعني في عدد من المطربين السيده ام كلثوم رحمها الله يعني كانت بتحضر سرادقات وكانت وهي طفله كانت بتحضر سرادقات الشيخ مصطفى اسماعيل وكانت بتتلو القران هي فكره التلاوه شيء والمعرفه بالحروف اللي تخليني اعرف بعد كده اتنقل نقله التلاوه يعني الكتاب افيد واجمل ما فيه ويا ريت يبقى في الناس بقى دلوقتي الدنيا اتطورت يعني مدحت صالح يعني مش عوده احنا بقى في عندنا كتاب لا بقى في لا بقى في عندنا خريجين كتار لو كل شاب من الخريجين بتوع كليات التربيه وكليات اللي هي خاصه بالتعليم بالتدريس لو كل واحد بقى مسؤول عن ناس 10 15 في اماكن في الريف في النجوع في القرى في الحاجات دي هنقدر هو ده هيبقى بدل لان انا اتعلمت اول ما اتعلمت اعرف يعني ايه الحروف يعني الحروف الابجديه دي اول حاجه الاساس بتعلمها بكل تشكيلاتها بقى يعني اللي هو إيه الف فتحه ا والف كسره اي والف سكون وحاجات كده فلما بتعرفي ده في الاول تيجي بعد كده تلاقي نفسك كل المساله بقى تبقى سهله والتلاوه بتبقى موهبه اكتر منها حاجه تاني. كنت بتتلو القران؟ ما هو في نوعين من القراءه في تلاوه وفي يعني في ترتيل وفي تجويد كنا بنتعلم ده وبنتعلم بتتعلم ده وبتتعلم ده بنتعلم ده لا لكن بالتاكيد ده ساعدك جدا شوفي ما هي الفكره فكره لغتك يعني لسانا عربيا لكن انت مع ولا ضد ان ممكن مطرب او فنان عمله الاساسي الطرب انه يقرر انه يسجل القران بصوته في ناس بتقول حرام ده مطرب ما ينفعش ما فيش حد من حقه يقول على حاجه حرام او حلال غير الثوابت غير الثوابت اللي في كتاب الله ايوه انما مش ما فيش حد من حقه بس هي الفكره هنرجع لنية صاحب الخطوة التجربة دي اللي هياخدوا الخطوة دي أو التجربة دي يعني لو مدحت جاي يعمل الفكرة دي لازم أسأل نفسي ومحدش تاني يشاركني غير أنا وربي أنا بعمل ده لإيه ولازم تكون النية خالصة لأنه لا شيء من وراء يعني ان انا اقدم على هذه الخطوه بس بترجع لنيه اللي بيعمل كده زي الناس اللي في ناس بتستخدم الدين لمآرب اخرى في ناس بتستخدم مش عارف ايه لمآرب اخرى في السياسه بالظبط بالمناسبه بما انك في ناس بتستخدم دين في مآرب اخرى زي ما شفنا في السنه السوداء اللي احنا عشناها انه كان جماعه الاخوان المسلمين بتهدف الى السلطه والسيطره على ثروات مصر والتخلي عن الهويه المصريه و استغلت الدين عشان توصل لكرسي السلطه وعلشان تنفذ مآربها بس انت في لحظه من اللحظات كنت متعاطف مع الاخوان؟ لا انا قلت قبل كده انه انا يعني عندي الشجاعه اللي تخليني اقول ان انا اتغزلت يعني اتغزلت طبعا لان يعني احنا كلنا انا واحد من الـ من الـ من الكتير من المصريين بلغه الكوره يعني يعني ايه يعني كنت
كل زي كتير من المصريين قلنا ناس بيحملوا كتاب أنا الله. انا اصلي اتغزلت دي انا اعرف ان اتغزل في جمال حد. لا يعني عارفه لما الكوره اترقى. ايوه بلغه الكوره بقول لحضرتك اتنصب عليك يعني. لا في الفكر, في الفكر اتغزلت فكريا. بمعنى ان انا كنت من ناس كتير مصريين خدوا بالهم فيما بعد ان الفكره ما كانتش فكره ناس بيدافعوا عن كتاب الله. يعني انت في الاول 25 يناير ابتدت بسبب طلبات. الخطأ كان في كيفية تنفيذ الطلبات دي بس ببساطة كده غلطنا في كيفية التنفيذ. بس أنا عايز أقول فلو هم بينادوا على الشرعية كانوا بينادوا على الشرعية شرعية شرعية. الراجل يعني ربنا يمسيه بالخير الرئيس الأسبق حسني مبارك كان فاضل له وقت برضه. الواحد بعد ما الدنيا هديت والغربال اشتغل وفي ناس تقع وناس وده والناس اتكشفت وشوشها كتير تفكرت أنت مبارك وفي تويتة نزلت كتبتها وانت قلت انا كتبتها. انا كتبت طبعا. انا قلت انا ظلمت مبارك وقلت بالغت وغليت وقلت له بما في العلاقه دايما بين الاب وابنائه بيحصل يعني مناوشات كده اختلاف وجهات النظر ولكن بما ان الابن بيبقى اصغر دايما لما بيجي وقت بس احنا مش ابن احنا شعب. انا بتكلم على فرق انا اعتبرت علاقتي بيه كده ان انا غليت في 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 في, في ظلمي له وكتير زي عملوا كده بس انا كان عندي كان بس عندي مش تبرير. بس لا ما هو القضاء شوفي يعني ياخد انما ما كناش عمرنا في حياتنا ما كنا بنهين رئيسنا عمرنا في حياتنا ما كنا بنهين بعض عمرنا في حياتنا ما رفعنا حسيه. ايه اللي حصل المفهوم الحريه اتخذت ايوه الحرية. عليك نور والنبي بقى يا مدحت تقول لي مفهوم الحريه لان ايه اللي حصل لنا لخطاب الشعب المصري للسان الشعب المصري. هقول لحضرتك على حاجه حتى لو احنا بنختلف يعني لو في اختلاف على مرحله نظام الرئيس مبارك ربنا يديه الصحه انه لكن ما يبقاش بالاهانه وما يبقاش شوفي حتى بس في عمليه انفتح كده حتى بلغتهم ما تاخذونيش بكابورت بزاء حتى لو اتعاملت معاهم بلغتهم او اللي هم بيدعوا ان هم بيتحدثوا بلغه القران الكريم ببساطه شديده ربنا قال في القران لا يسخر يعني لا يسخر احد من بعضكم ما فيش حد يسخر من حد نهائي القران قال كده هم ملوك هم ملوك هم هم ملوك هم ملوك هم هم لما بانت الحكايه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منكم او منهم يعني ربنا قال كده في القران هم ملوك السخريه حتى لما يعني احيانا لما اشوف حد منهم بيستظرف بيستخف ظله بلاقي مفيش خفة ظل بلاقي في اكسجين اتسحب من البسمة. ده انت ما شفتش الشريط اللي احنا النهارده هزبناه وشلنا منه نص الكلام كانوا بيستظرفوا على الجزيرة. هي دي الفكرة. تصدق في نفس واحد فيهم بيقول ايه؟ انا بس ما رضيتش اقوله. بيقول انا صايم النهارده الاثنين ولا انا عارفة ايه؟ بس بقى اسمعوا بقى النكتة اللي هقولها لكم دي. اصل فلانة لما حطت ايدها مع في الجملة يعني هو بيقول انا صايم وبيكمل جملة هو مش فيه لا يعني يخوض في الاعراض هم ملوك إيه الاسلام ده ملوك السخرية ملوك الاستهزاء إيه ملوك التقليل عايشين في 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 يعني في جو كبر وغطراسة الاستاذية على العالم استاذية العالم وبعدين من الناحية التانية استاذية العالم من ناحية احنا الاساتذة والناحية التانية مظلومية احنا المظلومين احنا الغلب يعني كل ده بان كل ده بان وكل شيء انكشف يعني انت ما ارجع برضه للرئيس مبارك والتويتر انت كتبت التويتر انا كتبت كده وقلت له انا هو قال لك النهارده يعني مدحت صالح قال لك انا اتغزلت وانا غليت كان عندي غلو في الهجوم انا عايزه اقول لك حاجه او في طرح الخلاف انا بصراحه بقى بما اني عرفت كلمه اتغزلت انا اتغزلت شخصيا في الضيوف بتوعي الله لا ما خلي بالك الشعب المصري كدا. الشعب المصري اللي فيه ناس كتير بتتكلم باسمه انا واثق في ذكائهم لانهم خلاص هم فرزوا لا فرزوا بيعرفوا الشعب فرزوا المصري خلاص ده وبعدين شعب في العالم وبعدين تعب احنا انا لما بفصل نفسي عن مدحت المطرب او اللي بيشتغل في الفن مواطن عادي محمد محمود صالح قاعد في بيتي مواطن عادي خلاص تعبت من النخب تعبت والله ورحمه امي تعبت من النخب تعبت بصراحه انا مش فاهم نخب ليك حق. وتعبت من مش عايزه اقول عليهم نخب لان هم يعني انا يعني تعبت من يدعون حب مصر وفي نفس الوقت ما بيعملوش حاجه ايوه وبعدين انا نفسي اقول لهم يعني
عايزين نهدى. الشعب بقى عارفكم كلكم، كلنا بقينا عارفينكم. لسه 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 بنتخدع، وعايزين لسه بنتخدع، ولسه في مجروع في وسطينا ناس. بكره هنسمع على ناس ياما. انا بس مستنيه المحاكمات بتاعه التخاذل. وبعدين حب مصر، وبعدين حب مصر محتاج ايد تشتغل، مش لسان يقعد لبا 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 طول الوقت. محتاج ايد تشتغل، مش لسان طول الوقت شغال عمال على بطال. معلش احنا هنقول ارقام صادمه شويه، انه الشعب المصري بيشتغل 16 دقيقه في اليوم. للاسف الناس كلها تشتغل 8 ساعات 10 ساعات، الشعب المصري بيشتغل 16 دقيقه في اليوم. الشعب المصري عنده يعني اللي بنقول عندنا مش عارف 700,000 خادمه فلبينيه في مصر. في ايه؟ رفاهيه يمكن. ايه ده؟ يعني ما شفتش في شعوب. الواحد بيسافر بره بيشوف الناس، النجوم والكبار والسياسيين واقفين في السوبر ماركت بيشيلوا حاجتهم وبيشتروها شغل. وبيشيلوا عيالهم على كتفهم. شغل. انا عشان كده بقول انا يعني عايزين ايدين تشتغل، مش عايزين لسنه توجع ودنا. طب احنا عايزين لسنه تغني لنا. نغني طبعا. نغني طبعا. هتفرش منديلك؟ والله دي حاجه من الحاجات الجديده يا دكتوره. بس انا كنت عايزه بقى تبقوا تجيبوا لنا ميكروفون واحنا قاعدين هنا كده، يقعد على الكنبه ويقول لنا موال حلو بعد شويه. ممكن الميكروفون ينتقل ولا ايه؟ هبقى اجيب المايك معايا وانا جاي. ممكن المايك يجي معايا يجيبه وهو جاي؟ يلا يجيب المايك وهو جاي؟ اوكي طيب يلا. فرش لك قلبي على عرفنا وانا مستني لك عرفنا.
مستنيك نعرف يفرش منديلك هو مجيل وفرش لك قلبي على جمال. دايما انا عايز قبل ما
اقعد عايز اقول حاجه انت بتحبيها وانا كمان بحبها. اه نقول حاجه ثلاث سلامات. ثلاث سلامات. طب ممكن بس استنى معاك دقيقه واحده مش كان معانا حد هيقول لنا ثلاث سلامات؟ صديق عزيز وغالي كان هيقول لنا ثلاث سلامات وهيقول لي الدنيا ما بقتش فوضى، وهيقول لي دلوقتي حين ميسره الميسره بقت 100 100. الله. طب بابا فيلا يلا هنقول ثلاث سلامات لخالد يوسف بعد شويه. خالد يوسف ما انا سمعت حين ميسره. يلا حين ميسره. ايه صبكي. يلا صبكي. وقلبي سلام
جنبي حسون وعزوم. Yeah.